في هذه الخمس دقائق. خمس دقائق إذن ستضاف كوقت بديل. شوف هذه التمريرة من يسلي. راسية. هاي أهمية مساعدية في وسط محور الدفاع اللي كنا تكلمنا عليه مسعود، لأنه على الجنب ما عندوش مهارات وما عندوش سرعة يعني اللي تخليه يقوم بالفرق. شوف اللقطة المعادة وهدف التعادل. فريق الشبيبة اعتمد على الكرات الطويلة ووفق فيها مدام أنه تمكن من معادلة النتيجة. فراحي يضيع هذه الكرة لكنه يستعيدها فيما بعد. صدقاوي بالزيوان، بالزيوان طويلة باتجاه بوسي لكن تقطع على مستوى الدفاع. ملولي، ملولي في هذه الكرة يجري بالكرة عند وسط مجموعة من اللاعبين. كرة على الجهة اليسرى، تمريرة لكنها ضيعة. ضاعت هذه الكرة. انمكت من دمه طويلة أمامية. لاعبي الشبيبة يلعبون هذه الكرات الطويلة على إيبوسي الذي يصارع ويقاوم ويقدم مجهود بدني نقدر نقول مضاعف في هذه المباراة. شوف مسعود يعني نقص الثقافة التكتيكية للاعب الجزائري. دمه ينطلق من في آخر وقت البديل، وقت البديل في المقابلة يصعد وهو على الجنب ويرمي كرة هذه عشوائية للمنافس. ومخالفة من يسلي، ستنفذ بنقطة في ضربة الجزاء لكنها سهلة لخضيرية. سهلة هذه الكرة لخضيرية. طويلة أمامية. تزرارة. قراوي. زرارة. طويلة. خطيرة هذه الكرة على الجهة اليمنى، خطيرة خطيرة هذه الكرة، خطيرة وعسل ينقذ الموقف. الخطورة تبقى قائمة وتدخل الدفاع عن طريق بالعمري. عسل ينقذ الموقف من هذه الكرة السريعة المرتدة الخطيرة. المباراة صارت شيقة ومفتوحة لكل الاحتمالات. مراوغة في المستوى. إيبوسي، إرادة كبيرة عند هذا اللاعب. إيبوسي مرر لكن بن عبد الرحمن يبعد الكرة. دقيقة الثالثة من الوقت البديل. بالزيوان، تعود الكرة بالزيوان، يعود ليسلي بقدمه اليسرى. كل الكرات في منطقة العمليات. قراوي. مسعود نظن انه الوفاق خاصة الوسط تاع الوفاق راهو تعب اكيد لانه بذل مجهود كبير جدا خاصة